أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. معانا موضوع مهم جدا يا جماعة بيثار على الساحة دلوقتي، هو مين سامع إيه اللي بيتم في السودان؟ يعني هل حد دريان باللي بيحصل في السودان بعد ما كان كل يوم أكن في جرعة يومية في كل وكالات الأنباء وفي كل التلفزيونات العربية حتى العالمية، شايفين إيه اللي بيحصل في السودان، إيه اللي بيتم، إيه الهجوم، إيه اللي اتحرق، إيه الاغتصابات اللي تمت، ولكن الظاهر إن في حد بيتحكم في هذا الموضوع. إمتى نقول للناس إن في حاجة في السودان ويلا نلهيهم، أو إمتى نمنع هذه الأخبار عن البشر ومحدش يبقى دريان إلا في الصحف الأوروبية ووكالات الأنباء العالمية، هي اللي بتبدأ تجيب أخبار السودان ومن الأخبار المحلية السودانية نفسها. فهناك شيء يعني غريب بيحدث في السودان، ولكن عندنا تقرير هام جدا عن التحدي أو تحدي دوكلو أو حميدتي لبن سلمان وللسعودية، والموضوع كبير وهناك كفيل يدعم بالأموال وبالسلاح، وهنعرف كل هذه الأخبار. قبل ما نبدأ دايما ندعو ونقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، لأن في كل بقع الأرض دلوقتي في أغلبية الأرض وأغلبية الكرة الأرضية هناك نزاعات وهناك شرارة ممكن تشعل العالم بأكملها، فدايما نلتجئ إلى الله ونقول له اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. قبل ما نبدأ يا جماعة بفكركم بدعم القناة بعمل الإعجاب واللايك للفيديو، بأكد على نشر الفيديو مرة واثنين وثلاثة، شارك الفيديو وانشر الفيديو، عايزين ننشر الثقافة العربية وسط الجميع، وياريت تشير الفيديو دلوقتي وإحنا بنتكلم، وأكون شاكر لحضرتك مقدما لمساعدتي في نشر الثقافة العربية. ولو حضرتك جديد معنا ياريت تشترك في القناة لو عايز يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. يلا بينا نشوف هذا الخبر الهام أو هذا التقرير الهام. عندنا من برضو بريكنج نيوز لايف، عندنا هذا التقرير بيقول حميدتي يتحدى بن سلمان والجيش السوداني يواجه عدو جديد في السودان، فهل يتبع نفس الكفيل؟ يعني الكفيل اللي بيساعد قوات الدعم السريع او قوات حميدتي، هل العدو الجديد برضو بيتبع نفس الكفيل؟ وهنتعرف على من هو الكفيل وإيه التحدي اللي تم. الكلام ده يوم الأربع 28 يونيو 2023، أو زي ما انتم شايفين 28/6/2023، وهنقرأ مع بعض لأنه زي ما انتم شايفين التقرير كبير جدا جدا جدا، فهنقرأ مع بعض وهنقول لكم الملخص بتاع هذا التقرير الهام اللي عايزك تركز فيه، لأن ما يحدث في السودان هو سيناريو لما يمكن أن يحدث في أي دولة عربية أخرى. فركزوا معايا ونفهم إيه اللي بيتقال بالراحة كده وواحدة واحدة، وطبعا ربنا يعني يعدينا من هذه الاختبارات الشنيعة. يعني نقول بقى بعد اتخاذ قرار إسقاط نظام عمر البشير وقفزنا في واحدة من أكبر فوضى في تاريخ السودان، وفعلا يعني حتى الآن السودان في فوضى لم تحدث في تاريخها، طلع الجيش السوداني بيتصارع مع عدو جديد. بص بقى سيدي، السؤال اللي مش بيفوت أبدا وهو إيه اللي بيحصل في السودان؟ السؤال ده هيفضل يتكرر كل يوم، إيه اللي بيحصل في السودان؟ بالرغم من إننا كلنا بنعرف ايه اللي بيحصل في السودان، بس كل يوم بنلاقي حاجة جديدة محدش فاهم
ايه القصد منها وايه اللي عايزين يعملوه. كل يوم بنسمع عن هجوم جديد، كل يوم بنسمع عن هدنة واطلاق نار ويعني ازاحة للاسلحة، بس غالبا الهدنة دي بتكون للاستنشاق فقط، يعني احنا مش شايفين ان في هدنة بتطول اكتر من يعني ساعات وتلاقي الدنيا كلها اتقلبت. ولو حصلت بتبقى يعني لو قعدت 3 4 ساعات يبقى كده يعني عملوا اللي عليهم. فهل الجهود اللي بتبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في السودان فشلت سياسيا؟ وهل في أمل إننا نوقف إطلاق النار بالحوار السياسي أو المفاوضات؟ وهل في قوة خارجية بتدفع حميتي أو الدعم السريع أو الميليشيات علشان تقاوم الجهود السعودية؟ وهل في جماعات مسلحة جديدة انضمت للمعركة في السودان؟ وده اللي بيبقى دايما ناقص، بيبقى مش عارفينه. بيتحول الصراع بين العصابات او عصابات الدعم السريع او حميتي والجيش السوداني لحرب اهلية، ودلوقتي احنا شايفين ان في كمان اغتصابات في الشوارع، في قتل في الشوارع، في نهب وسرقة لاموال السودانيين، والخسران الوحيد هو السودان. والله يعني انا عايز اقول لكم ايه، كل الاسئله اللي سالناها دي كلها اسئله مشروعه، واحنا النهارده عايزين نحاول نلاقي اجابات منطقيه لكل هذه الاسئله. يلا كده نحاول نجاوب على السؤال الاهم، ليه المفاوضات ما بين الجيش والدعم السريع برعايه السعوديه وامريكا بتفشل في السودان؟ خلينا كده نبدا من الاول، واوعى تخاف. بعدما قدمنا يعني قدمنا العروض اللي فاتت او عرضنا من عند عمر البشير او بدأنا من عند عمر البشير وقعدنا نشوف تصدعات سياسية واضحة جدا في السودان بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية، والنتيجة كانت الجيش السوداني بالاشتراك مع الدعم السريع اتحدوا واطاحوا بعمر البشير، ودي البداية، او اطاحوا بالحكومة المدنية اللي كانت برئاسة عبد الله حمدوك في 2019. ايوه ما تتعجبش، الدعم السريع كان جزء من الانقلاب على رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، وده علشان العلاقات بين الدعم السريع والجيش السوداني كانت علاقات قوية جدا ومنسقة، وكان في تعاون كبير بينهم، وكان في زيارات متبادلة بشكل دوري بين عبد الفتاح البرهان وحميدتي، وكل واحد منهم كان بيأكد على التعاون المشترك والتنسيق الأمني في السودان. بس في الحقيقة خلينا كده نعرف ان حميدتي او الدعم السريع كان بيستخدم الفرصة علشان ياخد السلطة، لانه كان عنده 3 عقبات قدامه. اول عقبة يعني بانت في أبريل 2019، وكانت العقبة دي هي نظام عمر البشير. تاني عقبة كانت في مايو 2019، وكانت العقبة دي هي رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك. والعقبة التالتة كانت رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وكان من المفترض يسقط في أبريل 22، بس الانقلاب فشل، وبالتالي الانقلاب اتحول لتمرد، والتمرد دلوقتي بدأ يتحول لحرب أهلية. طيب احنا فهمنا نوايا حميدتي من البداية لما سقط عمر البشير لغاية ما اندلع التمرد ضد الجيش السوداني الفترة اللي فاتت من 2019 كمان. بس ايه بقى اللي بقى تأثير طموحاته السياسية على افشال كل المفاوضات لوقف اطلاق النار؟ خليني اوضح لك حاجة مهمة جدا. من اول يوم اعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الفتاح البرهان بدأ الضغط على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للدخول في مفاوضات. الهدف من الضغط ايه؟ الهدف من الضغط ده كان انه يحاول يجنب السودان خطر الحرب الاهلية والتقسيم وانفصال المناطق المتمردة بالاصل عن الحكومة المركزية زي اقليم غرب السودان واقليم شرق السودان واقليم
كردفان، وخاصة ولاية جنوب كردفان المحاذية لدولة جنوب السودان. المهم ان المفاوضات دي تمت بضغط دولي على الطرفين، بس حميدتي كان عنده نية واضحة جدا انه يمدد فترة القتال باطول فترة ممكنة، بيكسب وقت علشان يستفيد منه، وبيعتمد على امل انه في اي لحظة ميزان القتال بيميل لصالحه او لصالح عصابات الدعم السريع. يعني لو الامور كانت مسيرة بشكل جيد لصالحه ممكن يفضل يتفاوض على مكاسب اكبر، لانه هيكون في موقع قوة وهيكون بيعتمد على تقدمه الميداني. خلي بالكم ان الاستراتيجية دي تم تنفيذها بواسطة حميدتي في المفاوضات اللي تمت وهو كان بيستغل الامور عشان يحقق مصالحه الشخصية ومصالح الجماعات المسلحة التي يمثلها. بفضل وساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تم التوصل الى اتفاق هدنة مؤقتة لوقف القتال في السودان، وكلنا شفنا هذا الاتفاق. ولكن حميدتي عمل ايه؟ كان سببا في انهيار تلك الهدنة في منتصف شهر يونيو اللي احنا فيه ده. يعني قادرين تتخيلوا المجهود الضخم الذي بذلته المملكة العربية السعودية لمحاولة انهاء الحرب في السودان؟ لقد توصلوا حتى الى اتفاق هدنة شاملة مع حميدتي، ولكن او هو خرق تلك الاتفاقات بالكامل ولم يستثني احدا. وما يعني ذلك ببساطة هو ان حميدتي مدعوم من قوة اقليمية ودولية تعارض الجهود السياسية اللي احنا بقى اللي انا قصدي عليها الكفيل. مين الكفيل اللي بيدعم حميدتي وبيدعم الميليشيات وبيدعم الجماعات الارهابية مش النظامية لتعارض الجهود السياسية والتي تقوم بها المملكة العربية السعودية داخل السودان لوقف القتال؟ وبالتأكيد يعني احنا مش عايزين نقول مين بالظبط، ولكن انتوا عارفين مين هو المحور الاقليمي والدولي اللي بيدعم حميدتي، وبيدعمه بالسلاح وبيدعمه بالاموال. وان كان البعض قد يسأل في التعليقات فمتأكد انه يعرفهم جيدا، يعني يا ريت بقى اللي عارف هيكتب في التعليقات، لان مش مفروض ان احنا نتكلم يعني في علاقات، لان هذا الكفيل او هذا الداعم هو له علاقات كبيرة مع كل الدول العربية وعلاقات كويسة، فمش عايزين نبوظ هذه العلاقات، ولكن في التعليقات انتم ممكن تكتبوا وتقولوا، بس بدون يا جماعة اي شتايم نهائي، وبدون خلينا نحترم ثقافة الاختلاف، هنقول في كذا وبعد كده يبقى فاهمين. فمتأكد انه يعني انتوا عارفين، ولكن لنكون حذرين في ذكر اسم الدولة الاقليمية لأسباب دبلوماسية معقدة بينها وبين كل الدول العربية في المنطقة. ولكن ليس لدى الجميع او جميع المشاهدين الذين ينتمون لذلك البلد المعرفة الكافية بثقافة التنوع، هم ما بيقبلوش ان حد يعني يتكلم عليهم، لذا خلينا نبقى محترمين ولا نذكر اسم الدولة الاقليمية دلوقتي في هذا الفيديو. السؤال هنا، لماذا يتحدى حميدتي الجهود الدبلوماسية والسياسية المستمرة للمملكة العربية السعودية لوقف القتال ومنع تقسيم السودان؟ خلينا ببساطة نقول هدف حميدتي الوحيد هو السيطرة على حكم السودان، او على الاقل دارفور، بغض النظر عن التكلفة، مهما كلفه هو ده هدفه، السيطرة على الحكم، ويحاول ان يظهر نفسه امام الشعب السوداني على انه رجل قوي قادم من خلفية بسيطة يعيش في منطقة مهمشة في غرب السودان، وتحديدا ما بين الناس وبين الفقراء، ويأتي لإسقاط حكم المتطرفين الذين يسيطرون على الجيش السوداني، وهو بيقول لهم ده الإخوان هم اللي بيسيطروا على الجيش، فأنا جاي أخلصكم من الإخوان وأخلصكم من كذا. وهذا وفقا لإدعاءات وسائل إعلام مؤيدة وداعمة له، هو عنده مكينة إعلامية برضو كبيرة بتدعمه، وسائل إعلام بيقعدوا يدعموا كلامه، يقولوا للناس اللي على قد حالهم والناس البسطة إن كلامه صح. وبالطبع هناك إدعاءات تدعمها
الأجانب والإعلام الأجنبي كمان اللي هم يعني بيعرفوا يلعبوا على الوتر صح، يعملونا مع حمدتي. وطبعا الفلوس يا جماعة بتقدر تخلق إعلام زي ما أنت عايز، ونصحوه بالاستفادة من بعض الحركات المدنية السطحية والعميلة اللي بتدعم أثيوبيا وغيرها. يعني قالوا له اشتغل مع هذه الحركات وهي بتدعم أثيوبيا وغيرها، وكانوا يروجون لفكرة إنه لن يحدث حكم مدني أو انتقال سلمي للسلطة طالما الجيش السوداني موجود، لأن الجيش السوداني هو تبع الإخوان، وهو تسيطر عليه بعض الجماعات الإخوانية أو بعض القوى الإخوانية، ولديه تاريخ طويل في الانقلابات العسكرية وإفشال أي عملية سياسية مدنية في السودان. وده اللي زارعينه في دماغ حميدتي، واللي حميدتي بيلعب عليه ويزرعه في دماغ السودانيين البسطاء. وبغض النظر عن مدى صحة هذه الأقوال ومدى صحة توجيه الاتهامات للجيش السوداني بالانقلابات العسكرية التي حدثت في السودان من قبل، فإن ذلك لا يعني أبدا أن العصابات المرتزقة والمجموعات الإجرامية لديها الحق في السعي لحكم دولة بحكم السودان، ولا يوجد أي محيط سياسي دولي سيقبل أبدا أن يحكم السودان عصابات ومجرمون، وخاصة الدول المجاورة للسودان وعلى رأسها مصر، لأن مصر أول دولة مجاورة للسودان، وحدود السودان هي أمن قومي للدولة المصرية. وكمان يا جماعة السودان كانت معروفة أنها سلة غذاء أفريقيا، يعني السودان من أكبر الدول اللي كان ممكن تبقى سلة غذاء كاملة لأفريقيا، وغير الثروات اللي فيها من معادن ومن ذهب. ومع ذلك الدولة الوحيدة التي ستستفيد من وصول حميدتي إلى السلطة في السودان هي أثيوبيا، ببساطة لأنها ستكون قادرة على التحكم فيه تماما. وبالعكس استمرار الجيش السوداني على رأس السلطة في الخرطوم وحكومة مركزية سيكون كابوسا بالنسبة لأثيوبيا. يبقى هنا كمان في داعم آخر لحميدتي ومستفيد آخر لحميدتي زي أثيوبيا، هي كمان أصبح الجيش السوداني والحكومة المصرية متقاربين جدا سياسيا وعسكريا، وهناك تعاون عسكري كبير بين الجيش المصري والجيش السوداني. والدولة الإقليمية الوحيدة التي تستفيد مباشرة من وصول حميدتي للسلطة هي أثيوبيا بالطبع، والدولة الثانية التي تستفيد مباشرة من حميدتي هي الدولة التي يتم تهريب الذهب السوداني من خلالها عن طريق شركات روسية وسويسرية. ومن الواضح أن المحور الإقليمي والدولي يدعم حميدتي بالسلاح والمال ليظل دائما في ساحة المعركة. وهنا نيجي نشير تاني لمن يدعمه، الكفيل الذي يدعم حميدتي والدول التي تساعد حميدتي علشان يهرب الذهب من السودان، والشركات السويسرية والروسية اللي بتساعد في نقل هذا الذهب، والعدو الآخر للسودان واللي هتستفاد جدا من السيطرة على السودان بوجود حميدتي وهي أثيوبيا. وبالتالي عندنا دولة داعمة وبنسميها الكفيل، وهي دولة يعني إقليمية، ودولة زي أثيوبيا هي كمان مستفيدة، والدولة اللي بتاخد الذهب وتشتريه من حميدتي وتنهب ثروات السودان. وإذا سألنا لماذا يتحدى حميدتي الجهود السياسية المستمرة للمملكة العربية السعودية لوقف القتال ومنع تقسيم السودان، فالسبب الرئيسي هو أن حميدتي قلنا يهدف للسيطرة على الحكم، وأنه يحظى بدعم مالي من الدولة الإقليمية الغنية اللي بتدعمه بالمرتزقة والأسلحة، وهذا مصدر واضح ومعروف. وتمتلك عصابات الدعم السريح أسلحة مضادة للطيران والمدفعية، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم قدرة الجيش السوداني على حسم المعارك. يعني في دعم جاي لحميدتي بمرتزقة، وطبعا دعم مالي من الدولة الإقليمية المحورية الكفيل، وكمان عندهم أسلحة مضادة للطيران،
وبالتالي بقى الموضوع صعب جدا على حسم المعارك. وتمتلك تلك العصابات أسلحة متقدمة بفضل دعمها من دولة تشاد. يبقى هنا دولة تشاد كمان دخلت في الموضوع. بقى عندنا أثيوبيا عايزة القصة دي تنجح علشان هتستفيد جدا من السيطرة على السودان. عندنا تشاد بتدعم حميدتي، وقلنا ان في فيديوهات سابقة ان الدور جاي على تشاد، هي كمان يحصل فيها قلقلة وحروب اهلية علشان يبقى فيه ممر آمن ما بين السودان إلى تشاد، ثم الوصول إلى شمال أفريقيا ومقابلة بقى الإرهابيين والمرتزقة اللي موجودين في ليبيا عن طريق الممر الآمن ده من السودان لتشاد لليبيا، ويبقى عندهم اللعب في شمال أفريقيا من جهة تونس ومن جهة الجزائر ومن جهة المغرب، ويكونوا عملوا كمية كبيرة بقى زي فكرة فاجنر كده، كمية كبيرة من المرتزقة والميليشيات اللي بتهدد الدول الأفريقية وخاصة شمال أفريقيا بدعم من تشاد وأثيوبيا ودولة محورية أخرى إقليمية. والسؤال هنا إلا أنها لا تزال قادرة، قلنا وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها عصابات أو تكبدتها عصابات الدعم السريع، إلا أنها لا تزال قادرة تقريبا على تجديد صفوفها بسرعة، مما يجعلها تستمر في التصدي للجيش السوداني في المناطق المختلفة. وبالتالي يمكن القول أن الدعم المتواصل لحميدتي بالمرتزقة والأسلحة هو الذي يجعله صامدا وقادرا على التحدي أو على تحدي جهود المملكة العربية السعودية السياسية لوقف القتال في السودان. يعني قلنا كل الدول دي لما تتجمع مع بعض وكل الدعم اللي جاي له من أموال ومن مرتزقة، ده اللي بيخليها يتحدى بن سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتحدى جهود المملكة العربية السعودية لوقف القتال. وأصبح التحدي يعني شفافا، وأصبح التحدي واضحا وظاهرا، ومهما تعملوا جهود وتقولوا ففي عدو آخر للسودان وهو الدول الداعمة. هذا عدو آخر مش حميدتي بس، ولكن كل اللي بيساعد حميدتي واللي بيمدوا بالأسلحة. وبص بقى حبيبي أو بص أصدقائي هنا، إذا أنتم على دراية بكل هذه المعلومات، دعونا نتحدث الآن عن فوائد هذا المحور. هل تتصورون ما الذي تستفيد أو تستفيد منه إجهاض الاتفاق السعودي أو الاتفاق السياسي السعودي الأمريكي لوقف القتال في السودان؟ بص يا سيدي، أولا ستستفيد من ضعف قوة المملكة العربية السعودية. احنا بنتكلم على الدول الداعمة لحميدتي أو للميليشيات أو الدول الكفيلة أو المحورية. أولا هتستفيد من ضعف قوة المملكة العربية السعودية، واللي بتزداد تصاعديا بعد التعاون السياسي بينها وبين الصين، وبعد أن أبعدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عن المنطقة الشرقية للشرق الأوسط، لذا أصبحت حركة السعودية أقوى وأكثر نشاطا، وتبدو وكأنها ستسيطر على القرار السياسي في منطقة الخليج العربي بأكملها لعدة سنوات قادمة. وهذا ليس في صالح بعض الدول الموجودة في الخليج التي تسعى لمنافسة السعودية سياسيا واقتصاديا، وهذا أمر مفهوم تماما. ثانيا، مين اللي يحتاج إلى الذهب السوداني لتمويل حرب أوكرانيا؟ وهنا هنقول الكلام تاني برضو يا جماعة عشان نأكد عليه، مين يحتاج إلى الذهب السوداني لتمويل حرب أوكرانيا؟ وأثيوبيا تحتاج إلى شخص ضعيف وجاهل وغبي يصل إلى حكم السودان لكي تتمكن من خلاله من التحكم في القرار السيادي السوداني، وتمنع الخرطوم من التحالف العسكري والسياسي مع القاهرة. يعني كل دول مستفيدين، ودولة زي أثيوبيا عايزة تتحكم وعايزة واحد غبي يتحط في المكان عشان يحكم السودان عشان تتحكم في كل حاجة، ودولة تاني محتاجة الذهب السوداني، وكمان دول أخرى محتاجة الذهب السوداني لتمويل حرب أوكرانيا. وانتوا بقى افهموا ما بين السطور. والدولة الإقليمية التي تحفظ يعني تحفظت عن ذكر اسمها
تعتبر نفسها منافسا مباشرا للسعودية اقتصاديا وسياسيا في الخليج. طبعا انتوا فاهمين مين الدولة دي، انا متحفظ حتى الان عن ذكر اسمها، وتسعى بكل الطرق الى انشاء قواعد عسكرية تابعة لها على طول السواحل السودانية المطلة على السواحل السعودية، وبذلك ستتمكن من السيطرة على منطقة بحرية مهمة جدا في البحر الأحمر. ستمتلك القواعد العسكرية المواجهة للسواحل السعودية، وفي نفس الوقت ستكون قريبة من مدخل قناة السويس ومن الحوثيين في باب المندب في اليمن، وهذا سيسبب قلقا كبيرا في المنطقة، وهو ما ترغب فيه هذه الدولة. وبالمقابل فإن قيادة السعودية ومصر لن تسمح تاني يا جماعة، معلش فإن قيادة السعودية ومصر لن تسمح بأي قواعد عسكرية أجنبية على السواحل السودانية مهما حدث، فهذا اختراق مباشر للأمن القومي لكل من مصر والسعودية بشكل كبير وواضح. هذه المسألة انتهت ولن تحدث أبدا بإذن الله، لأن كان الكلام فيها كلام مباشر جدا، وأود أن أوضح أنه لا ينبغي أن يفهم أحد من كلامي أن أنا أروج لوجود عداء بين هذه الدولة الإقليمية والسعودية أو مصر. لا يا جماعة، هو ما فيش عداء، هي الدول دي أو الدولة المحورية دي الخليجية هي بتكمل الدور العربي الخليجي الإقليمي في المنطقة، ولكن كل دولة لها طموح وليها طرق معينة في المنافسة، فالمنافسة بتاعتها لن تنجح مع مصر والسعودية. ولكن حتى الآن لا يوجد أي عداء، وأنا بأكد أن ده ما حدش يفهمه من كلامي تاني أن أنا بروج لوجود عداء مع الدولة الإقليمية والسعودية ومصر، بالعكس تماما، العلاقات بينهم ممتازة مثل يعني زي الفل زي ما بنقول، وزي السمنة في العسل، وربما يكون هناك تنسيق كبير جدا كمان مع مصر بالذات، ولكن السعودية ومصر لن تسمحها بوجود قواعد عسكرية أجنبية، وليس لأن هناك مشاكل، ولكن لأن الأمن القومي هو الأهم، فمش هتسمح مصر أو السعودية بوجود أي قواعد عسكرية أجنبية على سواحل البحر الأحمر في السودان، فإن لذلك لن يحدث تاني، وبنأكد لن يحدث، لأن الجيش المصري والجيش السعودي سيكونان بالمرصاد لأي قواعد عسكرية. سيكون الصراع الموجود حاليا حول الثروات المعدنية الهائلة في منطقة جبل عمق أو في غرب السودان، وتحديدا في شمال إقليم دارفور، وهو ما يهم أو يهم هذا المحور الإقليمي الدولي الذي تحدثنا عنه. هذا المحور لن يستسلم بسهولة أيضا، لأن الثروات المعدنية مثل الذهب والفضة والحديد وغيرها في إقليم دارفور تعتبر ضخمة جدا، لذا حتى لو تم تهدئة المعارك في الخرطوم فإن المعارك في المناطق الأخرى ستستمر لأطول فترة ممكنة، تمهيدا لإعلان الفصل بقى، أو إعلان تقسيم، أو إعلان ده يمسك شيء وده يمسك شيء وكده، وإحنا اتكلمنا ده بالتفصيل في فيديوهات قبل كده، مخطط تقسيم السودان، وانتوا سجلوا عني هذا الكلام، ده مخطط كبير، انتوا شفتوا اللي حصل في ليبيا قبل كده، وشفتوا اللي حصل في العراق الجريح قبل كده، وشفتوا اللي حصل في سوريا، وشفتوا اللي حصل حتى في فلسطين من 50-60 سنة، في مخطط كبير لتقسيم السودان لثروات السودان، ولأن السودان يعتبر هو سلة الغذاء الأفريقي. وذكرت لكم أن الحرب الأهلية في السودان ستبدأ عندما تعلن الفصائل المتمردة رفع السلاح ضد الجيش السوداني، وده حصل، وبذلك ستكون لدينا على الأقل 3 جهات تحارب بعضها في نفس الوقت في عدة مناطق في السودان. هذا ما حدث فعلا، واللي احنا أعلنت عنه كمان
حركة تحرير السودان الشعبية الدخول في مواجهات رسمية ضد الجيش السوداني في منطقة جنوب كردفان. كانت هناك ميليشيات انفصالية كانت تحارب الجيش السوداني من قبل، ولكن تم التوقيع على اتفاق لوقف اطلاق النار بين الجانبين. وبين هذه الميليشيات وبين الجيش السوداني يفترض ان تهدأ الامور، ولكن اذا انضمت ميليشيات حركة تحرير السودان لعصابات الدعم السريع فمن المؤكد ان ولايات جنوب وشمال وغرب وشرق كردفان وولاية النيل الابيض ستتحول الى ساحات حرب قد تكون اعنف من الحرب الدائرة حاليا في الخرطوم او في ضغط فوق. في هذه الحالة ستكون العصابات او عصابات الدعم السريع زي ما قلنا التابعة لحميدتو اقل قوة واضعف، لانها ستكون في تحالف مع ميليشيات انفصالية متمردة لديها خبرة قتالية طويلة وشاركت في معارك عنيفة ضد الجيش السوداني. وبصراحة بقى بصوا يا جماعة، الموقف هيكون صعب جدا على الجيش السوداني. وعلى فكرة اعلن الجيش السوداني بالفعل في بيان رسمي ان قواته تعرضت لهجوم غادر من حركة تحرير السودان على الرغم من وجود اتفاق وقف اطلاق النار بين الجانبين. واشار البيان الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف الجيش السوداني ودون تحديد للعدد. الموضوع بيتجه نحو البشاعة، واتمنى ياريت نقول مع بعض وندعو للسودان وشعبه الشقيق ان يحفظهم الله ويبعد عنهم الدمار والموت. ودايما نقول يا جماعة اللهم نستودعك الارض ومن عليها، ودايما نقول يا جماعة اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. وياريت واحد فينا يكون بينكو او معانا دعوته مستجابة، وان يحمى الله دماء الشعب السوداني ويحمي اعراضهم ويحمي بيوتهم ويحمي اموالهم. بصراحة هناك الكثير من الاسئلة والاجابات غامضة والمستقبل غير واضح. تظهر اشارات تنفيذية حاليا تشير ان قضية تقسيم السودان اصبحت امرا واقعا ومسألة وقت فقط، واذا حدث ذلك فان مصر والسعودية ستكونان عرضة للهجوم على امنها القومي بشكل كبير. سيكون للجميع اعداء للمملكة العربية ومصر، ومكان في الأقاليم اللي هتنفصل عن الحكومة المركزية في الخرطوم. ومن بين هذه الأقاليم أقليم شرق السودان هو الأكثر خطورة على الأمن القومي المصري والسعودي، حيث يحتوي على الموانئ الهامة للسودان على البحر الأحمر، وبالتالي فإنه جاهز تماما لإقامة قواعد عسكرية تهدد الأمن القومي لكل من السعودية ومصر. هذه الحلقة انا اعتبروها كده يا جماعة انذار، واعتبروها ومضة بتقول خلي بالكم، بتقول لكل الجهات. انا مش هكون اكتر من المخابرات واكتر من الاجهزة اللي موجودة، بس اعتبروني شرارة بنقول خلي بالكم السودان هتقسم، لان ده قرار تم اتخاذه فعلا، وان الامن القومي لمصر والسعودية بل لبقية شمال افريقيا لو كمان اتعمل المخطط ده داخل تشاد، فبالتالي هيبقى الممر الامن من السودان الى تشاد الى ليبيا تهديدا الى مصر والسعودية وتونس والجزائر والمغرب وكل شمال افريقيا، هتبقى الموضوع صعب جدا وتهديد في المنطقة بالكامل. وانتوا عارفين كمان ان في شيطان اعظم قاعد هو نفسه ان العالم كله تبقى فيها حروب. يا ريت يا جماعة بحتاج منكم ان انتوا تشاركوا معايا وتبدوا رأيكم، انا عايز اعرف رأيكم في التعليقات ضروري. هل اصبح مصير السودان في يد دولة اقليمية تدعم الانفصال، ام ان السعودية ومصر والولايات المتحدة الامريكية لديها القدرة على احباط مخطط تقسيم السودان من خلال الضغط السياسي على اطراف النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان؟ هل ظهور ميليشيات الحركة الشعبية لتحرير السودان سيكون القشة التي قصمت ظهر البعير وبذلك لن يتمكن الجيش السوداني من مواجهة عدوين في نفس الوقت اللي هو ميليشيات حميدتي وقوات تحرير السودان او ميليشيات تحرير السودان؟ فالموضوع انا شايفه خطر جدا جدا،
محتاج ارائكم، محتاج ان انتوا كمان تحللوا معايا الموقف زي ما انا حللته كده، محتاج تقولوا له رؤيتكم ايه للسودان. لان تاني انا بقولها مرة واثنين وثلاثة، السودان هذا سيناريو لي او نقوله ايه، تدريب لما قادم للدول العربية الاخرى. فخلي بالكم، خلي بالكم، القادم هيبقى صعب في المنطقة، وان ده بيتعمل بمخطط موضوع مسبقا. فربنا تاني يحمي السودان. وقولوا معايا يا جماعة، وما تخليش شيطانك يمنعك، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم نستودعك الارض ومن عليها. في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه الحلقة او لهذه اللحظة. انتظروا الفيديوهات القادمة يا جماعة، مهمة جدا. وطبعا ما تنسوش دعم القناة بالاعجاب واللايك للفيديو. تاني بأكد على نشر الفيديو، انا عايز الثقافة العربية تنتشر في كل الدول العربية. كفانا بقى نوم، كفانا غفلة، كفانا ان الغرب كله كان عامل مخطط من 30 40 50 سنة بزرع الجهل داخل الدول العربية. عايزين نخرج من كل هذا. فياريت تشيروا الفيديو، تشاركوا الفيديو، تنشروا الفيديو. عايزين الثقافة تبقى موجودة في كل مكان، وعارفين ايه اللي بيحصل في دولنا العربية. انتظروا الفيديوهات القادمة. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.